نذهب مباشرة إلى دندر، وهناك زيارة لغرية الحلاوين، حيث الترابط والتكاتف وجمال الإنسان السوداني وملامح أيضا القرية التي تملأ النفس بالمسرة والجمال. همهمات وصيحات، عرضة وصقرية، إنسان وزمان ومكان. الإنسان هو إنسان بادية الدندر، والزمان لحظة فرح غامر، والمكان موقع من خارطة السودان حمل اسم قرية الحلاويين والدلجت. السعادة والفرح هنا كائن دائم التجوال بينهم، لا يرتبط بزمان أو مناسبة بعينها، إلا أنه يكبر ويزداد إيقاعه في مواسم الحصاد والأعياد، حيث الزيجات والمناسبات الاجتماعية التي تبرز كل تراث مخفي عن الأنظار، حينها ينفض عنه غبار الركون ويصير ليل ونهار هذه القرية موشحا باحتشاد تمتزج فيه بعض طفولة كائنة تنبئ برجولة واثقة آتية. تناثرت الإيقاعات المتباينة في معانيها ومضامينها كما تناثر هؤلاء في تحديق للزمن الآتي، كل تحدثه مخيلته بأنه الفارس القادم الذي لن يفرط في هذا الإرث والتراث، ولن تثنيه مظاهر المدنية عن الإعجاب به والسير على طريق الكبار في ترجمة لمقولة الما عنده قديم ما عنده جديد. أدوات للغناء قديمة في شكلها ومضمونها لدى البعض، إلا أنها هنا بمثابة الترياق من كل جديد آت يحاول أخذ ومحو هذه الصورة التي وصفت عندهم بأنها تمثل لهم حياة وعالما خاصا يذكرهم دائما بأيام خلت لن تعود، ولكنهم يستنطقون صمتها للأجيال القادمة في متوالية عشقية لن تقف الإعاقة في سبيل إيصالها للآخرين والتعبير عن حب وعشق ووله بتراث تفخر به كل القبيلة. عيون تتحدى الملل من وقفة ربما تطول وربما تنتهي بانتهاء هذا الفرح. قرن النفخ عليه يلهب الحماس، زارودة تجعل عادة البطان متواجدة في هذه الساحة، وهي عادة للتعبير عن الفروسية وقوة تحمل المسؤولية في الحياة العامة أو الخاصة. هذا الشيخ الستيني لم يحتمل أن يكون خارج هذا الرونق، عادت إليه روح الشباب وأيام زمان. عناق من نوع خاص لهاتين الناقتين في تعبير ربما يحمل دلالة أن زمانا طويلا قد فرق بينهما، وها هو ذات الزمان يكتب لقاء في منطقة للإبل فيها مسرا وممرح ومكانة خاصة سامية حميمة، تمثل الإبل فيها الرفيق المؤتمن والخل الوفي والغاية التي تقطع دونها البيداء في صبر وأنات وعزيمة لا تلين في معنى للأمن والأمان. المحتشدون بهذه الساحة والقادمون من المدينة إليها في محاولة لعدم توسيع الهوة ما بين القديم والجديد، وسعيا للموازنة بين الأصيل والمعاصر، وهذه الصغيرة التي يخالها الناظر إليها بأنها تلوك صبرا لاستعجال بتقدم سني عمرها لتلحق بركب ذويها استيعابا لما يجري أمامها. تفرقنا، وقبل ذلك توعدنا على أن نعود مرة أخرى إن كان في العمر بقية وفي الزمان متسع، طالما الإخدرار والنضار هما مفردات الجذب الإنساني المتطلع دوما للإحساس بالإحساس واستنشاق الجمال ألقا وضياء.